ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ هناخد النهارده درس النقود. بداية كده عايزين نعرف ونشوف مع بعض اشكال النقود من اول الجنيه لحد ال200 جنيه. طيب اولا انا عندي ده اهو، ده شكل الجنيه صح كده يا سنة اولى وتانية؟ ده شكل ايه؟ الجنيه. طيب وممكن يكون شكله كده فضة اهو. طيب بعد كده عندي شكل ال5 جنيه اهي، ال5 جنيه. طيب بعد كده عندي شكل ال10 جنيه اهي. طيب بعد كده عايزين نشوف ال20 جنيه اهي، شكلها بيبقى كده اهو، دي 20 جنيه. طيب تعالوا ما نشوف معانا ايه تاني. بعد كده ال50 جنيه اهي، شكلها كده اهي يا سنة ولو تاني. طيب بعد كده عندي ال100 جنيه، شكلها بيبقى عامل ازاي؟ ادي ال100 جنيه اهي. طيب تعالوا ما نشوف اخر عملة معانا شكلها عامل ازاي اهي، 200 جنيه، دي اكبر عملة عندنا ال200 جنيه. طيب تعالوا كده اما نبص معايا ازاي ال5 جنيه دي ازاي اقدر افكها. طيب تعال اما افكر، هو انا ال5 جنيه دي ينفع افكها ل3 جنيه و2 جنيه؟ ما ينفعش. طب ليه؟ علشان انا ما عنديش عملة مكتوب عليها 3 جنيه، ولا عندي عملة مكتوب عليها 2 جنيه. طب افكها ازاي دلوقتي؟ انا ممكن افكها الجنيهات اهو، جنيه وجنيه اتنين وبعدين تلاتة اهو، دول نصين يعني تلاتة كده، دول نصين يعني جنيه اتنين تلاتة اربعة اهو خمسة، جنيه ورق اهو، يبقى انا كده دول كام؟ 5 جنيه صح كده اهو، 5 جنيه. يبقى انا ال5 جنيه مقدرش افكها الا لكام جنيه؟ 5 جنيهات. طيب تعالى ما نشوف هنكتبها ازاي اهو، 5 جنيهات، جنيه زائد جنيه زائد جنيه زائد جنيه زائد جنيه، 5 جنيهات اهو، 1 2 3 4 5. طيب ال10 جنيه، ها ممكن تكون نقدية كده عادي يعني شكلها كده 10 جنيه عادي، وممكن افكها لكام؟ ل5 جنيه و5 جنيه صح كده؟ يبقى دول كده على بعض كام؟ 10 جنيه. طيب تيجي نكتب كده اهو، بتساوي 5 جنيه زائد 5 جنيه. طب هو انا الخمسة دي ما اقدرش افكها لجنيه وجنيه 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 وجنيه؟ اقدر افكها لكام جنيه؟ 5 جنيهات. طيب برافو، يعني بتساوي برضو 5 جنيه مجمدة زائد جنيه واتنين اهو، تلاتة أربعة خمسة. طيب ال20 جنيه دي ممكن تكون لسه شايفينها من شوية 20 جنيه عادي أهو، ورقة عادية، وممكن أفكها لكام؟ لكام؟ ل10 و5 و5 صح كده؟ يبقى أنا كده معايا كام؟ 20 جنيه. طب يلا نكتبها كده نحلها أهو، يعني 10 و5 و5 صح كده؟ طيب ال40 جنيه ممكن افكها لكام وكام؟ ممكن افكها 20 و20، لكن مفيش، ما عنديش انا ورقة اسمها 40 جنيه، مفيش. يبقى انا لازم افكها ل20 و20 او ايه، او كام، 10 او 4 عشرات. طب او ايه تاني يا مس؟ طب ممكن 5 و3 عشرات، في كذا طريقة صح كده؟ طيب تعالى اما نفكها ل20 و20، الاسهل عليا اهو، 20 و20. طب ال50 جنيه ممكن تكون ورقة كده عادية 50 جنيه، وممكن افكها لكام؟ ل20 و20 و10 صح كده؟ 20 و20 و10. طيب تعالى كده اما نكتبها، 20 و20 و10. طب ال100 جنيه احنا لسه شايفينها من شوية. طيب بص معايا كده
انا عندي 100 جنيه، ال100 جنيه دي ممكن افكها لكام وكام؟ او ممكن افكها 50 و50 صح كده، وممكن افك ال50 دي زي ما انا لسه فكها دلوقتي ل20 و20 و10 و50، يبقى هما الاتنين كده على بعض 100. وممكن افك ال100 دي لكام؟ 10. كام؟ 10. 10 عشرات. طيب يعني انا ممكن افكها بطرق كتير جدا. طب تعالى اما نفكها زي ما انا عاملاها كده، 50 و50، 50 جنيه زائد 50 جنيه. طيب ال200 جنيه بقى ممكن افكها ازاي؟ ل150 و50، يبقوا كده كام؟ اهو 150 و50 يبقوا كده كام؟ 200. اهو هفكها 100 جنيه زائد 50 زائد 50 صح كده؟ طيب تعالى كده اما نحل مع بعض الاسئله اللي فوق دي سؤالين كده، تعالى اما نشوف هنكون المبالغ دي ازاي. بيقول لي كون المبلغ التالي، ادوات مكتبيه ب145 جنيه، هكونها ازاي؟ طيب بص معايا كده بعمل ايه. هبص الاول الاحد، الاحد فيها كام؟ 5 جنيه. العشرات فيها كام؟ 40 جنيه. المئات فيها كام؟ 100 جنيه. طب تعالى الاول لما اكون ال5 جنيه، انا ال5 جنيه دي عندي ورقة ب5 جنيه؟ اه موجودة. خلاص اهي هسيبها زي ما هي اهي، 5 جنيه اهي. طيب انا عندي في العشرات 40 جنيه. طب انا عندي ورقة ب40 جنيه؟ لا ما عنديش. يبقى اعمل ايه؟ افك ال40 جنيه دي. طيب ما انا لسه فكها من شوية وهي مس تحت خالص، فكها ال20 و20. طيب ادور على 20 و20، اهو 20 و20 صح كده اهم. طيب انا لسالي المية دي. طيب المية انا عندي ورقة ب100 جنيه. اه يا مس خلاص، يا اما سيبها زي ما هي ورقة ب100، يا اما فكها ال50 و50. طب تعالى اما نسيبها زي ما هي اهي 100. يبقى انا كده كونت المبلغ اللي هو كام؟ بص كده معايا اهو 145، 145. طب تعالى كده اما نشوف هنكتبها ازاي. بص معايا، انا فكيت الاحاد سبتها 5 جنيه زي ما هي عشان عندي ورقة بخمسة، اهي ورقة بخمسة. طيب ال40 ما عنديش، ففكتها ل20 جنيه وعشرين جنيه. طب ال100 جنيه انا عندي ورقة ب100، اه فسبتها زي ما هي اهي ورقة ب100 جنيه، وممكن افكها ل50 و50. طيب تعالى اما نشوف السؤال اللي بعده. عندي في الاحد فيها كام؟ 9 جنيه. انا عندي ورقة ب9 جنيه؟ لا ما عنديش. يبقى اعمل ايه؟ افكها. طيب افكها ازاي ال9 جنيه دي؟ ها التسعة بتساوي كام وكام؟ 4 و5. طب مش معنى 4 و5؟ علشان انا الخمسة دي موجودة ورقة عندي اهي صحيحة اهي 5. طب ال4 جنيه ما عنديش ورقة ب4 جنيه، خلاص اجيب 4 جنيه فضة اهم، 4 جنيه فضة اهو، 1 2 3 4، يبقى كده كام؟ 9 جنيه صح كده؟ طب تعالى اما نكتبها، هنكتبها ازاي؟ اهو 5 جنيه ورقة اهي مجمدة، وبعدين جنيه وجنيه وجنيه وجنيه، يبقى كده 9 جنيه. طب لسالي العشرات فيها كام؟ 30. طب انا عندي ورقة ب30 جنيه؟ لا ما عنديش. طب اعمل ايه؟ افكها. طب انا ممكن افك ال30 دي لكام وكام؟ مش ممكن افكها ل20 جنيه و10 جنيه صح كده؟ طب هنكتبها ازاي؟ اهو 20 جنيه و10 جنيه. طيب المية بقى اللي في المئات دي افكها ازاي؟ ها هو انا الاول اسأل نفسي، انا عندي ورقة ب100، اه موجودة يا مس، خلاص اسيبها زي ما هي اهي، ورقة ب100 موجودة اهي، هسيبها زي ما هي اهي، ورقة كبيرة ب100 جنيه. طيب تعالى كده بقى معايا، بيقول لي عد المبلغ التالي. يعني هو مديني مبلغ زي اللي انا هوريهولك ده اهو، مبلغ اهو ودول، وبيقول لي انا عايز اعرف المبلغ ده كام. هعرف ازاي؟ طب تعالى كده اما نشوف الجنيهات كده، دول كام جنيه؟ 3 جنيه صح كده؟ 3 جنيه، 3 جنيه يعني في الاحاد 3 جنيه صح كده؟ 3 جنيه. طيب ماشي. طيب دول كام بقى؟ 10 و20. 10 و20 كام؟ 10 زائد 20 30. طيب 30،
30 دي 30، التلاتة في ايه؟ في العشرات. طب لما اجي اجمعهم مع بعض 33 يبقوا كام؟ 33 جنيه، صح كده؟ اهو 33 جنيه. يبقى انا المبلغ اللي قدامي ده كام؟ 33 جنيه. طب تعالى كده اما نشوف مع بعض مبلغ تاني. اهو مديني المبلغ ده وبيقول لي انا عايز اعرف المبلغ ده كام. طيب انا عندي كام هنا؟ دي كام؟ 5 جنيه، اهي 5 في الاحد اهي. طيب ودي كام؟ 20. طيب 20، ال20 اهي كتبته. طب ال20 دي الاتنين في العشرات صح، وال5 في الاحد. طب تيجي نجمعهم كده تبقى كام؟ 25 جنيه. يبقى المبلغ اللي قدامي ده كام؟ 25 جنيه. طيب تعالى اما نشوف مبلغ تاني. ها مديني ال20 دي ودي ودول، اعرف ازاي؟ دول كام؟ 2 جنيه. طيب 2 جنيه، 2 اهي في الاحاد. طيب 20 و20 كام يا سنة اولى وتانية؟ 20 و20 كام؟ 40 جنيه. طب تيجي نجمعهم كده على بعض، انا عندي 2 في الاحاد و4 في العشرات، يبقى 42 جنيه. يبقى انا المبلغ اللي قدامي ده كام؟ 42 جنيه. وبكده نكون خلصنا النقود.